السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقيكم في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله يوم جديد، غادي نبارطاجي معكم الوصفات اللي درت بطبيعه الحال، وغدوزوا معايا عشيه ديال نهارنا. كيف ما كتشوفوا تقريبا لي فيديو كلهم كنبارطاجي معكم هكا الطبيلات ديالي ديال العشيه، لان تقريبا هذه الوجبه الوحيده اللي كنتجمعوا عليها، بحكم في الصباح شي في المدرسة شي في الخدمة، هذه هي الوقيتة الوحيدة اللي كتكون عندنا كنكونوا هكا مجموعين. غادي نبارطاجي معكم المقادير ديال هاد التورتة ديال الفريز، كتجي غزالة 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 بزاف البنات. اول حاجة غادي نبدأ بها هو غادي نجي نوجد الكولي ديال الفريز. عندي هنايا 300 غرام ديال الفريز، زدنا عليها 51 غرام ديال السكر، وغادي نخليها نشعل عليها فوق النار هادئة. هنايا غادي نوجد الجيلاتين، غنستخدم انا الجيلاتين بودر، هو تيكون احسن اغراغر، هو بعدا طبيعي ماشي هو نباتي بلوتو ماشي حيواني. هنايا خديت معلقه صغيره ديال الجيلاتين تقريبا واحد 5 غرام، غادي نزيد عليها الماء واحد 30 غرام ديال الماء، اي ما يعادل واحد جوج معالق هكاك، وغادي نخليها في جانبا حتى وكان يفزق ليا داك الجيلاتين مزيان. هنايا عاوتاني غادي نوجد واحد الخليط ديال الشوكولا، عندي 200 غرام ديال الشكلاط ابيض وكاس كبير ديال الكريمه، اي ما يعادل واحد 150 غرام. غادي نمشي نشعل على الكريمه فوق النار باش تسخن. الكولي ديال الفريز حتى هو راه كيف ما كتشوفوا ما جهدتش عليه النار بزاف نهائيا، باش هكا يطلق ليا داك السيرو ديالو مزيان. خديت ديك 200 غرام اللي قلت لكم ديال الشكلاط ابيض، قطعتها طريفات باش هكا يسهل عليا انني ندوبها. من بعد ما سخنت الكريمه طفيت عليها وزدت ليها الشكلاط وخليتها باش يدوب فيها. نجي هنايا لداك الفريز اللي وجدت، غادي نضيف ليه الجيلاتين، ما دوبت لا جيلاتين لا والو، طفتو ديريكت على الفريز وبديت تنحرك لان الفريز سخون غادي يدوب الجيلاتين. ها هو الشوكولاط كيف ما شفتو، من بعد ما قطعتو كيسهل انه يدوب. نفس الحاجة غادي ندير عاوتاني الجيلاتين، نفس الكمية، معلقة صغيرة الجيلاتين مع الماء، وغنخليها جانبا باش تشرب تقريبا واحد 5 دقائق هكاك. الشوكولاتة ها هو كنحركو مزيان باش نتأكد ان جميع الحبيبات اللي فيه دابو مزيان، حيت شوية الشوكولاتة بيض كيصعب انه يدوب. داك الكولي ديال الفريز اللي صوبنا غادي نجي غادي نديرو في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنو. خليته غير دفى شويه فقط بحكم باش ما يسببش ليا شي مشكل في الخلاط، وغادي نطحنو مزيان. عاد غادي نجي غادي نصفيه، هو صفيتو ماشي باش نحيد منه دوك الحبيبات، لا غير باش تحيد لينا ديك الكشكوشه، لان كيف ما شفتو الصفايه اللي استعملت راه ديجا العيون ديالها كبار، يعني راه كيدوز دوك الحبيبات. هنايا بغينا نتفاداو حنا غير داك الكشكوشه اللي كتكون فقط. من بعد ما تقريبا دازت 5 دقائق على داك الجيلاتين، غادي نجي نضيفو على الشكلاط. الشكلاط ديجا باقي سخون، دونك ما غاديش نحتاج ندوب الجيلاتين. نحرك مزيان تنتاكد ان داك الجيلاتين داب، وهادو غادي نخليهم دابا جانبا حتى يبردو، نقدروا ندخلوهم كاع للثلاجه لان نضيفوهم حنا للكريمه. من بعد هنايا جيت عندي 250 غرام ديال البسكوي، هنايا خدمت جوج الانواع حيت هما اللي عندي، ماريا وبسكوي صوص ديال البيم. غادي نطحنهم مزيان، ضروري طحنوا هنايا مزيان غادي نتاكد باللي كاع البسكوي اللي عندي طحن. غادي نجي ناخذ 80 غرام ديال الزبده. هنايا البنات غنقول لكم الزبده ضروري تكون حيوانيه، ما تستعملوش النباتيه اللي هي ديال البواطه، كتعطي واحد لوكو ما زوينش في التشيز كيك ديالكم، من الاحسن النبات الحيوانيه. صافي هنايا راه شفتوا الشكل ديالها، ما غاديش يجيني البسكوي فازق بزاف وما غايجيش عاود ناشف. المهم القياس اللي كيتجمع البسكوي، خدو مولي تيتحل من الجناب اولا الاطار، المهم اللي بغيتو. انا كنفضل هاد لي مول هادو، والشكل اللي بغيتو سواء مربع سواء داير. كنحاول نوزع البسكوي على الاطار بالتساوي وكنفردو باليد ديالي. من بعد غادي تاخذوا سوا هكا معلقه اولا كاس اولا حتى داك الغطاء باش كنطيبوا الحرشه داك الدائري، حتى هو تقدروا تستعنوا به. انا تجيني احسن حاجه هي المعلقه باش كنوصل لدوك الجوانب، وكنتاكد هكا البسكوي غيجيني طبقه واحده مقاده بلا. صافي اون فوا كيشد لا فورم ديال المول، غادي نغطيه هنايا بالسلوفان وغادي ندخلو للثلاجه، وناتوندو انني نوجد الطبقات الاخرين
باش هكا ديك الزبده كتبرد والبسكوي كيزيد يشد في بعضياته مزيان. هنا غنبدا نوجد الطبقات. غناخد الكريمه، عندي كاس الكريمه كبير تقريبا 200 مليلتر ديال الكريمه. انا استعملت هذه بيوراتوس زوينه، كاينه هي نورمالمون كدير 30 درهم ولكن تقدروا تلقاوها في اتقدا ب 28، دي فوا كاع كيوصلوا على 25. كنجي كنديرها كنطربها غير شويه ماشي ميمونتي، مهم كتبان ليا بدات كتتقل شويه راه باقي ني جاريه. غنضيف ليها هنايا كطبقه اولى عندي الشكلاط، داك الخليط ديال الشكلاط والكريمه والجيلاتين، غادي نضيفو كله. هنايا راه برد داكشي علاش ضفتوه دفعه واحده، وغادي نبقى نطرب باش هكا تنسجم ليا، علاش ما كنطلعوش الكريمه كامله باش الا ضفنا ليها الشكلاط كنكملو نيت غير بالطراب الكهربائي. هانتوما شفتوها تقريبا طلعتها ميمونتي، ما شداش فراسها او ميم طون ما جارياش. نخرج البسكوي ديالي من الثلاجه وغادي نضيف ليه هذا الخليط ديال الكريمه والشوكولا. هنايا كنوريكم تجلات لي سباتول ما لقيتهاش، وديجا عندي هذه كانت اليد ديالها ترسات ودرتها في ديك سباتيل ديال العود. ليسونسييل هو اننا نقضي باش معطلة. صافي هنايا غادي ننزل الكريمه ديالي فوق البسكوي، غادي نحاول هنايا نفردها بالتساوي. دائما كنسبقوا الجناب هما الاولين، وغادي نحاولوا كي قلت لكم نضغط باش تعمر ليا المول كامل، ماشي بلاصه فيها الكريمه وكتلقاو دوك الحفيرات ملي كديمولوها. كنبداو بالجناب عاد اللي بقى كنوزعوه في الوسط. تاخذوا شي سباتول من بعد ما كتوزعوا الكريمه كامله باش هكا تصبيو ليها الوجه ديالها، وغادي نغطيها وندخلها للثلاجه. ندوز عاوتاني للطبقه الثالثه او الطبقه الثانيه ديال الكريمه نفس الطريقه. 200 مليلتر ديال الكريمه طلعتها شويه، عاد غنجي غادي نضيف ليها داك الكولي ديال الفريز. وكنأكد البنات لا الكولي ديال الفريز ولا الشكلاط كلهم كيكونوا باردين، يعني انا فاش وجدتهم دخلتهم للثلاجة. غادي نبدا نطرب حتى تبان ليا الكريمه شويه ميمونتي، ولكن هنايا غادي نستعن بالسباتول لان الكولي ديال الفريز كيكون شويه جاري فكيبقى شويه الكريمه لتحت. المهم انا غير كنطلع الكريمه حتى نشوف القياس اللي بغيت وكنحبس وكنبدا نخلط. مع العلم ان البنات ملي كتضيفوا اي حاجه اسيديتي راه كتزيد الكريمه تشد في راسها اكثر، يعني الحوامض بصفه عامه ملي كنزيدوها الكريمه راها كتوقف معنا الكريمه. مهم من بعد ما حصلت على القوام اللي بغيت نفس الشيء غادي نجبد التشيز كيك ديالي من الثلاجه، غادي نضيف ليه هنايا الكولي ديال، غادي نضيف هاد الطبقه اللي فيها الكولي ديال الفريز وغادي نحاول نفردها. هاد الشيز كيك البنات تقدروا ديروا فيه اي نكهه بغيتوا، تقدروا تعوضوا الكولي ديال الفريز بالفرامبواز او لا بالمونغ او لا بالاناناس، المهم اللي بغيتوا. نفس الطريقه غادي نديروا طبيعة الحال الاناناس المونغ هو اللي ما نضيفوش ليه السكر بزاف حيت يكون ديجا حلو، المهم اي فاكهه بغيتو. كنحاول هكا نضرب بالمول باش ياخذ ليا لا فورم ديال، باش الكريمه تاخذ ليا لا فورم ديال المول. وغادي نبسط الوجه ديالها بشي سباتول، وضروري ما تستعملوا هاد السباتيل هادو اصلا البنات راه ما تيكونوش غاليين رخاص. صافي غنقاد ليها الوجه ديالها لانني ما غاديش نضيف مازال شي كريمه اخرى وما غاديش نزينها بشي حاجه اخرى، غتبقى فقط هكذا. داكشي علاش ضروري ما تسويو ليها الوجه ديالها. يستحسن البنات لي تشيز كيك يداروا لي لا قبل، ولكن انا بحكم الوقت وهادو مع كنبين نصور معكم صافي ما كتبقاش ليا الوقت. يلاه يلاه دخلتها انا المجمد لان بغيت نستعملها ديك الساعه. الا كنتو ما تستعملوهاش ديك الساعه حتى الغد لي احتفظوا بها غير في الثلاجه. هنايا غادي ندوز عندي لي فون ديال البيتزا ديجا عندي في الكونجيلاتور، جبتهم وجدت البصله صوتيتها اولا شحرتها مع شويه الملح وزبيده بلديه. عندي لي شامبينيون حتى هما نفس الشيء، صوبت صوص الطوماط، جيت خديت لاصوص فرتها على الوجه. انا نوريكم الطريقه باش كنعمر البيتزا، كتجي البيتزا عامره وكتجي معلكه. من بعد لاصوص مباشره كنضيف الموتزاريلا، هنا ما عنديش الموتزاريلا فاستعملت غير الفرماج الاحمر اللي عندي. من بعد الفرماج كنجي كنضيف ديك البصله اللي سبق وقلت لكم انني طيبتها في شويه زيت البلديه ومليحه فقط، كنخليها حتى كطيح مزيان تقريبا كتجي هكا معسله.
وكنضيفها على الفرماج او لا على الموتزاريلا. من بعد كنضيف لي شامبينيون اللي حتى هما صوتيتهم شويه ديال الزيت بلديه وشويه ديال الملح، ما تكتروش هنا الملح البنات لان ديجا لاصوص راه مالحه، كلشي عندنا مالح. لاصوص مني طيبتها ضفت ليها كذلك شويه ديال الزعتر مطحون كاين عندي، ضفتو داكشي اش ما كان اكثر ما كنديروش في الوجه، انا كنديرو فقط في لاصوص. عاد غادي نجي هنايا غادي نبدا نضيف في طون، انا كنحماق على شي حاجه سميتها بيتزا ديال الطون، كنفضلها على جميع الانواع الاخرين ديال البيتزا. هنايا الطون ما كنجيش نديرو في الوسط فقط، كنوزعو على البيتزا كامله وكنخليها كطريفات كبار باينين باش كتجي البيتزا عامره وكيجي باين فيها الطون. اما الا فرتو واخا قد ما درتو ديال الطون ما تيبانش نهائيا الا كان مفرتت، يستحسن انكم تخليوه هكا كيكون طريفات شويه باينين. من بعد صافي هنا تقريبا عمرتها بكلشي اللي كلشي المكونات اللي عندي. اخر حاجه كنجي كندير هي كنحط الزيتون الكحل من بعد ما كنحيد ليه العظم ديالو، اكيد هادي انا ما كنخليش الزيتون بالعظم ديالو في البيتزا. واخر حاجه اللي كندير هي الفرماج. الفرماج هنايا تقدروا ديروا اي نوع عندكم، سواء الايدام سواء الشيدار، تقدروا تخلطوا مثلا الايدام مع الموتزاريلا كيبقى لكم الاختيار. المهم انا اللي كنفضل في البيتزا جوج ديال لي فرماج، الايدام والموتزاريلا، سورتو في الوجه كيعجبوني نخلطهم باش كيعطيوني هكا التعليكه، لان البيتزا البنات هي الفرماج، فكونوا شويه سخيين من ناحيه الفرماج وحاولوا تكثروا ليها. صافي وغادي ندخلها للفران، غير ديجا طايبه هي نص طايبه وكلشي المكونات طايبين، غير رشيت فاش يدوب ليا داك الفرماج ونخرجها. صافي اون اتوندون لا طارت تبرد والبيتزا توجد، بديت كنوجد هكا الطبله حيت ديجا عارفه شنو عندي. هنايا التيم باش خدمت اليوم لارجونتي والنوار ودخلت عليهم شويه ديال الابيض. صافي باش مني يوجدوا لي المكونات الاخرين ديجا تلقى الطبله واجده. الحلوه هي اولا تشيز كيك خرجته من الثلاجه دي موليتو، وكنحاول هكا نقاد دوك الجوانب من بعد ما حيدت داك الاطار باش هكا يجيو مقادين. غنحاولوا نمشيو في واحد الاتجاه ما نبقاش طالعه نازله لان عندي جوج طبقات باش ما يتخلطوش ليا. هنايا التزيين غادي نديرها بحكم انني دايراها دايره فيها كولي ديال الفريز، فغادي نزينها بالفريز. خديت الفريز غسلته مزيان بالماء وشويه ديال الخل، خليته بالوراق ديالو، وغادي نجي غادي نقسمو على جوج وغادي نبدا نحطو على واحد الجانب فقط ديال التشيز كيك. المهم كنحطو بطريقه عشوائيه، شي كيشوف لهاد الشيء شي لهاد الشيء شي فوق شي لتحت شي الفوق، وكنجي للجوانب باش نبدل شويه الديكور. كناخد نص فريزه، كناخد عود ديال الكوردون ولا عود الاسنان نقسمو على جوج وغادي نخشي فيه الفريزه وغادي نجي نتكها فلاموس. غير هنايا غتحاولوا تخفوا يديكم ان انا ما عنديش تشيز كيك مجمد، دونك الكريمه يلاه يلاه ما شدات شويه في وجهها، وغادي نبدا ندير شي فوق شي باردون. ونجي هنايا هاد الفريز هذا اللي كنحط على الوجه ديال الطبسيل كيعاونني شويه كيتبت ليا دوك الفريزات اللي جايبه من الفوق. صافي هكا كنبدا كنشوف فين ما بانت ليا شي بلاصه خاصها الفريز كنحطو فيها، كيجي هكا ديكور مغاير. كيبان لكم الفريز جاي من الطبسيل هكا وطالع على تشيز كيك، صراحه كيعطي ديكور زوين. وكيف ما سبق وقلت لكم تشيز كيك يستحسن انه يبات. كانت هذه هي الطبيله ديالنا، تشيز كيك كيجي رائع البنات، جربوه. انا كنفضلو صراحه هاد الفريز اولا هاد الفرامبواز كيعجبوني انا اصلا اللي فخوي غوج في لي تشيز كيك. البيتزا كذلك راه وجدت خرجتها، درت ليهم هنايا عصير ديال الفريز بالليمون، كان عندي بسكوي ديال الميلكا حتى هو حطيته، ان بالمناسبه هذا كان عيد ميلاد ديال الزوج ديالي، فداكشي علاش درت ليه الحويجات اللي كيبغي هو. اصلا كيبغي تشيز كيك، ما عندوش مع الحلويات الكريم بزاف، داكشي علاش درت ليه تشيز كيك. هذا هو العصير اللي قلت لكم اللي صايبت ديال الليمون والفريز، حطيت ليهم كذلك لي تشيبس ديال دوريتوس كيعجبونا بزاف هادو ديال الذرة، وقدمت ليهم مع صوص فرماج كيجي خطير بزاف مع صوص فرماج. كانت هذه هي الطبيله ديال اليوم ديال الزربه،
ما سبقتش ما وجدتش باردون تشيز كيك قبل، لان كانوا عندي الضياف النهار اللي قبل، فما بقاتش ليا الوقت. داكشي علاش حتى الساعه بساعتها. اول حاجه درت كي دخلت كي دخلت للدار، اول حاجه صايبتها هي تشيز كيك، عاد مشيت بدلت حوايجي وصليت، وعاد جيت وجدت البيتزا. يعني الطبيله ديال الزربه، ولكن درنا شويه الفال كيف كنقولوا. ها هو تشيز كيك من الداخل كي كيجي طبقات، كيجي غزاله. البنات كنتمنى تجربوه، ولا جربتوه ردوا عليا في الانستغرام كما العاده. من بعد ما ساليت غادي نمشي ندير واحد الماسك للشعر ديالي، خطير للشعر الجاف والمتقصف، رائع رائع، من احسن لي ماسك اللي درت تقريبا لشعري. طب جربوه. هنايا عندي صفر ديال البيضه، من الاحسن الا كانت بيضه بلديه، ما كانتش صافي ديروا غير اللي وجد. غادي نضيف زبده، الزبده دائما حيوانيه النباتيه، لا خصوصا للشعر، عطوا اتساع للزبده النباتيه البنات، هتخرجوا على شعركم. معلقه كبيره تقريبا عامره. وغادي نجي هنايا بالنسبه للزيت، غادي نضيف الزيت ديال السنجلان، معلقه كبيره حتى هي. ما توفرتش عندكم زيت السنجلان، ديروا اي زيت كتجيكم نتوما مع الشعر ديالكم، سواء الارغان سواء الخروع، حتى هو زوين. ديجا كنجرب الخروع. وهنايا غادي نجي نضيف بيرلي. علاش بيرلي الزرق؟ لانه هو فيه 8 غرام ديال البروتين، حنايا غرضنا هو في البروتين. عرفتوا شي دانون طبيعي فيه النسبه ديال البروتين عاليه، ديروها. المهم انا لحد الان اكثر واحد لقيت فيه نسبه البروتين عاليه هو هاد بيرلي الزرق. كنضيفوا الخليط وكنطحن الكل مزيان. الزبده من الاحسن انها تكون في حراره المطبخ، لا هي لا البيض لا بيرلي. هادو جبتهم كي دخلت، جبتهم حطيتهم جانبا باش نستعملهم. كنطحن الكل مزيان حتى كينسجموا العناصر، داكشي علاش كنستعمل هاد الخلاط هذا. انا دوبلت المقادير لانني غنستعمله انا وبناتي. شفتوا القوام ديال هذا الماسك هذا كيفاش كيجي؟ كيجي شويه نوعا ما جاري. بالنسبه لطريقه الفرد ديالو على الشعر، غادي نستعملوه بحال الا كنديروا الترطيبه للشعر، يعني خصله بخصله وكتخدموا مزيان كل خصله باش هكا تيدخل الشعر، وما يكون الشعر ديالكم قبل مدهون بالزيت. يعني الشعر باش تستافدوا من لي ماسك يكون الشعر نقي وما يكونش مدهون بالزيوت. من بعد ما كان سالي وكنجيو نجمعوا الشعر ديالنا، بحال غنديروا ليه باتشا، ندوروا عليها السلوفان وشي فوطه، وغادي نخلوه ساعتين على الشعر ديالنا. وديك الساعه ردوا عليا الخبر، احسن ماسك بالنسبه الا كنتو درتوه اول مره، غتلاحظوا الفرق في الشعر ديالكم. بحيث ان الشعر ديالكم غادي يشرب لكم الماسك، ملي غادي تبداو تخدموا على الشعر كيشربوا الشعر. علاش؟ لان الشعر كيكون ناشف، كيكون محتاج ما مغديش مزيان. ولكن مره على مره الا داومتوا هذا الماسك، انا تقريبا كنديروا مره في الاسبوع، غادي تلاحظوا الفرق. عرفتي الشعر ديالكم بعدا من اول الاستعمال غتبان لكم النتيجه، ولكن النتيجه الغزاله الزوينه من بعد مرات ومرات ومرات، راكم كتعرفوا الاشياء الطبيعيه. المهم كنتمنى انكم تجربوا الوصفات اللي عطيتكم اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. بسلام عليكم، خليت لكم الراحه، تهلاو في راسكم. ميعادنا ان شاء الله في فيديو اخر الى كتاب. السلام عليكم.